في شر اكتر من اللي انا فيه. ربنا يزيح عنك وعننا عم امين. تعرفوا حاسس ان دي اخر مره هشوفكم فيه. لا يا اخويا ما تقولش كده بعد الشر عليك. ما تقولش كده يا ابو النبي. حقك عليا يا اخي. انت اللي وجع لي قلبي. حقك عليا يا اخي. اخس عليك، ما تقولش كده يا امين عشان خاطري. هو الصغير يا صبرا. انا مش هلحق اعيش له. للاسف ما ورثتوش غير عار هيعره بيت عمره. حقك عليا يا حبيبي. انا فشلت ان انا اقول لك الاب اللي بتتمناه. يابا انت ابويا وانا بحبك زي ما انت ومهما عملت. انا ما عملتش اللي كان المفروض انه يتعمل. ما قلتش للغلط لا. رديت بالظلم وتطيط ومشيت جنب العيال عشان اعرف اربيكم. ظلام اما الظلام وركبت الموجه عشان اخليكم تعيشوا مبسوطين حبتين. ومش بس كده، ده انا رحت لربنا حد بيته. قلت تمنيت انه ينجيني ويسترني. في بجاحة اكتر من كده؟ في بجاحة اكتر من كده؟ بس انا كنت عارف انه غفور رحيم راح يسامح. طبعا يا اخويا ربنا غفور رحيم وبيسامح، بس ما تتكلمش اكتر من كده، ما تتعبش نفسك. سيبيني يا صبرا اتكلم. انا عشت كاتب في قلبي وجع لحد قلبي ما وجعني والكيل طفح. صبرا امان عليكي. وصي العيال، وصيهم يقولوا للغلط لا، وما يعملوش زي انا ما عملت. فهميهم انهم ما يرضوش بالظلم ويقولوا للغلط لا. فهميهم وخلي بالك منهم. ربنا معاك، ربنا معاك. امين ادم. ايه اللي انت عملتيه ده يا نانسي؟ ايه اللي جابك هنا؟ مش عايز تشوفني يا ادم؟ هو ده اللي بينا؟ بدل ما تديني فرصه اقف جنبك في محنتك؟ ليه؟ ده انا عمري ما تمنيت حد قدك. ازاي ما بقاش جنبك؟ انت مجنونه يا بنتي. انت عارفه انا بحبك قد ايه؟ بس انا بجد ما بقتش عارف الصح من الغلط. انا عمري ما هسيبك يا ادم حتى لو انت سبتني. الموضوع مش فتح صدر يا هنا. انت عمرك تعرفي عني ان انا مش جدع؟ انت اجدع واحد في الدنيا.
الدنيا. طب عمرك سمعت عن واحد جدع اناني؟ مين قال انك اناني؟ ما هو انا لو علقتك بيا ابقى اناني. انا عندي مشكله كبيره هنا، انا مش يومين ثلاثه وخلص مشكلتي. انا ما يهمنيش حاجه، اللي يهمني انت وبس. انا عمري ما هكون لحد غيرك. انا فتحت عينيا لقيتك، شفت الدنيا بعينيك. ازاي بعد كل ده تقول لي خلاص اسيبك؟ ازاي؟ انا تعبانه قوي. انا تعبانه اكتر منك، تعبانه اكتر منك والله العظيم. بس ده قدري وقدرك انك تحبي واحد ميت. امشي هنا، روحي روحي، يلا امشي 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 هنا. غصب عني، غصب عني والله. امشي عشان خاطري، عشان خاطري امشي. هنا ليه عملت كده يا ادم؟ عشان بحبها. الله يرحمك عم امين، الله يرحمك عم امين، الله يرحمك. ادم الحمد لله على السلامة حبيبي، عامل ايه؟ انت بتعيط يا خالة؟ لا لا حبيبي مفيش حاجة خالص. في ايه مالك؟ المهم انت عامل ايه؟ كويس؟ مش كويس. معلش معلش يا حبيبي، بكرة تروق وتبقى زي الفل. بص يا حبيبي، لو 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 في حد اداك امانة ورجع يطلب الامانة دي منك هتديها له ولا لا؟ اكيد هديها له طبعا. طب تخيل بقى ربنا هو اللي اداك الامانه دي، ربنا عايز امانته، ياخدها ولا لا؟ في خير بقاء الله. ابوك تعيش انت. بركة فينا اجمد كده بقى، اجمد. شوفي، أنا سمعت عن اللي قتل أمه وسمعت عن اللي اغتصب أخته، لكن بصراحة أنا أول مرة أسمع عن واحدة تفضح أبوها وتسجنه. والله يا فندم اللي تربيت عليه إن اللي غلط لازم يتعاقب. يا ريت كان في زيك كتير. أفندم؟ على فكرة أنا ممكن أسجنك. ممكن أسجنك بسبب الوقفة الاحتجاجية اللي أنت عملتيها أنت وزمايلك عشان غلاء الأسعار. وعشان كمان كان في خسائر كتير. بس أنا مش هسجنك. عارفة ليه؟ لا مش عارفة. عشان انت بنت جدعة، جدعة وبتقولي الحق. خليتيني حيران، ما بقتش عارف احييكي ولا اسجنك. افهم من كده ان حضرتك معانا في مناهضة غلاء اللحمة؟ مناهضة ايه؟ المقاطعة هي الحل، مقاطعة على طول. بس ده بيني وبينك عشان مش عاوز مشاكل. ايوه يا عامر. ايه؟ لا طبعا حاول تمنعه باي طريقه لغايه ما اتصرف واجيلك. خير يا نانسي؟ ادم بابا توفى ومصمم ينزل ياخد العزاء. راح فين؟
هروح الحق قبل ما يتجنن ويعملها. مسكين الولد ده، ربنا يصبره. انا مش عارف ايه اللي بيحصل ده وايه اخرتها دي. يا شباب معاك. ها ايه الاخبار؟ ابو ادم سعادتك مات النهارده في السجن. الف مبروك. ده ايه الاخبار اللي زي الفل دي؟ اه ده خبر جميل. بقول لسعادتك الراجل مات. ما يموت ولا اروح في 60 داهيه. هو جوز خالتي. لا حول ولا قوه الا بالله. بقول لك ايه، خلينا في المهم. اكيد ادم دلوقتي طبعا يعني مفطور على ابوه وهيروح ياخد العزاء، صح ولا صح؟ لا ما اظنش سعادتك. مش ممكن ادم يخاطر بحياته وبنفسه كده وهو عارف ان احنا اكيد مراقبين المكان. بالعكس، الموقف اللي فيه ادم عبد الحي دلوقتي موقف مش عادي. الخط نازل فوق دماغ امه من كل حته. الواد مطلوب في قضيه قتل وابوه مات، يعني لا يمكن هو في الحاله دي ياخد القرار المظبوط، يعني كده كده هيروح وهيعمل عزاء عشان ياخد عزاء ابوه. يبص يلاقينا مستنيينه وفي استقباله. وبعدين بيني وبينك بقى، تركيبه الواد ده تعمل ده. جاي ساعتك. عموما احنا نعمل اللي علينا والباقي على ربنا سبحانه وتعالى. هشام الطلعه دي مسؤوليتك.